أخبار اليوم. رجل الأعمال حسام الشاعر، بنرحب بحضرتك بوابة أخبار اليوم، صاحب مجموعة سان رايز شرم وغردقة. بنرحب بحضرتك، وكنا عايزين نعرف أهم ملامح السوق السياحي خلال 2015-2016. لغاية دلوقتي 2015 ملامحها سيئة للأسف بسبب موضوع الطيارة وإيقاف الطيران من إنجلترا وروسيا، طبعا أثر على أكبر سوق وتاني أكبر سوق، وأثر على بقية الأسواق كلها. يعني الشغل برضه بقية الأسواق اللي لسه بتشتغل برضه مش كويس. فأعتقد إنه 2015 هتبقى أرقام سيئة جدا، و 2016 مش هتبقى برضه كويسة يعني، راح من شغل كتير. من المتوقع إنها تزيد من بداية شهر إيه الفترة الجاية؟ يعني لا، طول ما الطيران ما نزل ما رجعش، طول ما مفيش اعلان واضح من الدولة على منظومة جديدة للمطارات، ما اعتقدش ان هيبقى في زيادة. طب حضرتك شايف ايه الاقتراحات اللي ممكن انها تتقدم للحكومة او والله يعني احسن اقتراحات كلها اتقالت في مؤتمر اخبار اليوم اللي اتعمل في شرم الشيخ في وجود مجلس الوزراء هناك، وكانت توصيات المؤتمر ده واضحة من قرارات المستثمرين والقطاع الخاص، يعني انه عايزين شركة امن دولية تأمن المطارات عشان نرجع سمعة المطارات، وده إجراء معمول في كل دول العالم مش عندنا بس. وعلى فكرة تونس عملت الموضوع دوت من الأسبوع اللي فات وماضت فعلا مع شركة وأعلنت، بل إنه الشركة نفسها الإنجليزي اللي أعلنت معاها أعلنت إن مطارات تونس أأمن مطارات في العالم، إدت ستيتمنت كده. فده طبعا أحسن دعاية ترجع السمعة بتاعت المطارات. وفي المؤتمر الاقتصادي اخبار اليوم التوصيات اللي اتعملت، قطاع النقود كان بقطاع عشان ما يحصلش انهيار، ففي جزء من التوصيات اتعمل اللي هو تاجيل الطلبات لمده 6 شهور ما عدا الجزء الخاص بالضرائب، ده اللي لسه ما تاجلش. وان كان برضه تاجيل الطلبات ما اتبعتش مكتوب في المنشور الرسمي، لكن هو اعلن في الضرائب. الحاجة الأهم بقى للعودة، طبعا لازم مكنة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة تشتغل، لغاية دلوقتي ما بتشتغلش خالص، مفيش إعلانات ولا دعاية ولا علاقات عامة بره مصر. فده موضوع في منتهى الخطورة إن إحنا نفضل ساكتين يعني. طب إيه التوصيات اللي حضرتك ممكن تقولها للحكومة أو لقطاع التنشيط السياحة سواء داخلي أو خارجي؟ هي التوصيات زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، هي لا، بالنسبه للجزء الدعائي، الجزء الدعائي طبعا الشركه اللي قامت بالحمله لغايه دلوقتي احنا ما شفناش اعمالها بره، فلازم تبتدي تنزل في الدول اللي اوريدي بتطير، الدول اللي اوريدي بتيجي مصر زي المانيا زي هولندا زي بلجيكا، دي دول ما وقفتش الطيران بتاعها، لازم الحمله تشتغل في الدول دي بطريقه سريعه. ونمرة اثنين، لازم نركز على الأحداث الرياضية زي النهاردة مثلا بطولة البلياردو، لازم دي تنزل في الأخبار بتاعت الدول اللي بره، ولازم تنزل في الجرايد وتنزل في الجرايد وفي التلفزيونات إن في بطولة اسمها بطولة العالم للبلياردو وفاز بيها فلان وبيلعب فيها فلان وبيلعب فيها فلان، فلازم يطلع زي بريس ريليز يتنشر في الدول دي إن الحياة هنا شغالة ما عندناش مشكلة. فالأحداث الرياضية والأحداث الفنية لازم هيئة تنشيط السياحة تدعم الأحداث دي ويبقى في أجندة واضحة للأحداث دي. خلال الموسم الحالي أو خلال الفترة الحالية في أعياد الكريسماس وكده، نسبة الإشغال تقريبا قد إيه في مصر؟ يعني الغردقة مش هتعدي 50%، وشرم الشيخ يمكن 30%. يعني 30% ده مغطي التكاليف الأساسية؟ لا. الفنادق بتخسر من سنة 2011 بعد الثورة، لكن الأزمة المرة دي قاتلة يعني، طبعا لا خسائر تبقى كبيرة جدا. طب يعني ايه التعويض عن الخسائر دي؟ يعني مين هيعوض الخسائر دي؟ ما حدش، احنا طالبنا في الدولة يعني كل اللي هم يساعدوا بيه ان هم يأجلوا بس طلباتهم لمدة 6 شهور. لكن ما حدش هيعوض، احنا بندعو. طب وهل يا ترى مدة 6 شهور دي كافية؟ لا، مش هتبقى كافية طبعا. يعني لو لأن الشغل ما رجعش، احنا اتكلمنا في المؤتمر الاقتصادي لأخبار اليوم شرم الشيخ على هذا الموضوع كان من شهر، ودينا عدى شهرين اهوت والشغل ما رجعش برضه، يعني 6 شهور المفروض يبقوا 8، يعني 6 شهور من بدايه عوده الطيارات. فكل اللي طلبه من الدوله انها
ترجع منظومه المطارات السمعه والدعايه بتاعه المطارات وان الشغل يرجع. حملات التنشيط السياحه الداخليه بتاثر بالسلب ولا بالايجاب على 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 لا على هي معامل مساعد طبعا لكن لا يقنع السياحه الخارجيه بتاتا يعني ما يمثلش 5% من السياحه الخارجيه لكن هو شيء كويس جدا ومضمون وشغل مضمون وبيحرك العجله بس طبعا ما يغنيش عن السياحه الخارجيه. وبالنسبه للسياحه الخليجيه السياحه الخليجيه برضه كويسه لكن هي برضه متاثره يعني طبعا اعدادها برضه خلي بالك احنا بنتكلم السياحه الاوروبيه 75% من السياحه بتاعتنا فطبعا حتى الخليجيه المفروض اعدادنا تتضاعف فيها عشان نقدر نعتمد عليها شويه الاعداد لازم تتضاعف في السياحه الخليجيه. طب هل يا ترى احنا محتاجين لعوامل معينه علشان الجذب السياحي غير الدعايه وغير غير عوده الطيران يعني تحسين كبنيه تحتيه او تحسين تحسين الانفراستراكشر تحسين البنيه التحتيه وتجميل المدن لسه النهارده سامع من محافظ خبر كويس ان هو مضى مع شركه عالميه المانيه فرنسيه لتطوير الغردقه واعاده تخطيط الغردقه دي الحاجات اللي احنا عاوزينها ان نعمل حاجات زي كده مع شركات دوليه هي كمان تعلن ونجبرها ان هي تعلن لازم نجبرها ان هي تعلن انها تعمل الموضوع زي ده. دي الاخبار اللي هي الكويسه ان الناس اللي في امل ان في هيحصل تحسين في المدن السياحيه. كان من ضمن اللي مهم جدا تحسين كمان في السلوكيات والتعامل مع السائح. كان من ضمن المشاريع المطروحه الفتره اللي فاتت خط سكه حديد يوصل ما بين الغردقه والاقصر او الغردقه والقاهره، هل يا ترى ده هيبقى هياثر بشكل ايجابي على لا لا ملوش علاقه بالسياحه الخارجيه يعني مش لا المؤسسه يعني كويس بس الاستثمار اكبر من يعني العائد عليه على السياحه الخارجيه من بره اقل بكثير جدا من يعني انا النهارده ده يزود السياحه الداخليه لكن مش هيزود السياحه الخارجيه لكن انا نفس الفلوس دي لو استثمرتها في البنيه الاساسيه وفي تجميل الشوارع والمنظومه الامنيه اهم من القطر بالنسبه لي اهم من القطر يعني انا استثمر ده النهارده مثلا المطارات عايزه اجهزه والكماين خلاص ما بشوفش بره الكمين اللي هو يبقى واقف ويوقف العربيات والظابط يقعد يبص ويشوف الرخصه يوم بيوم وبتاع الناس بره كاميرات واجهزه بتعدي تحتها بتفتش اوتوماتيك يعني حتى تونس جايباها واعلنت عنها يعني ان هي جايبه اجهزه العربيه لما بتعدي بتتفتش اوتوماتيك من بوابه العربيه بتعدي فيها في وسط الشارع انت حتى ما تبقاش شايف البوابه دي. فانا بدل ما استثمر في قطر استثمر في الحاجات دي احط منظومات امنيه السائح يطمن لها اما يشوفها اعلن عنها ان انا عندي منظومات امنيه عالميه وعلى مستوى العالم احسن من الشوارع احسن من الخضره احسن من النظافه التجميل هو ده اللي السائح عايزه اهم من القطر. تمام بشكر حضرتك جدا وشرفتني. شكرا شكرا.